أعتقد هاي فرصة لي أني أعرف أكثر بأصحاب الهمم وخاصة باحتياجات الفئة التي تحتاج الأطراف الصناعية في دولة قطر وفي الدول العربية الأخرى. ويمكن بعد في الأخير حبيت أقول أن مهما صارت لك حوادث في الحياة لأي شخص مثلا يتفرج على هالفيديو أن أصحاب الهمم هم ناس طبيعيين مثلنا والواحد يقدر يعيش حياته مثل ما هو يبي مهما كانت المصاعب اللي تواجهه. فأنا قدامي تحدي كبير وإن شاء الله بقدر عليه.